الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى التلمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الفطر عند القتال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وما زلنا في أبواب الجهاد: باب ما جاء في الفطر عند القتال. باب ما جاء في الفطر عند القتال. وتقدم في الكتاب في أبواب الصوم نحو هذا، وذكر باب ما جاء في الرخصة للمحارب، وهذا الباب يشبه ذاك الباب، وذكر فيه هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو. مر عام الفتح، يعني عام حصل الفتح، والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء المسير إلى الفتح سار في رمضان، يعني أيام الصيام، وأمرهم أن يفطروا في الطريق. قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. أفطر كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن، طبعا حديث صحيح لأشكال، وفي الباب عن عمر. هو فيه صحيحة، نعم، لكن الحديث تظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم البدر والفتح فأفطرنا فيه. وين الحديث؟ عند أحمد ذكر أنه الترمذي. أيوة، هو مر معنا في الترمذي هذا الحديث. عندما ترجع الآن إلى باب، إلى أبواب الصوم، ستجد هذا الحديث باب ما جاء في الرخصة للمحارب. نفس هذا الحديث ذكر في حديث عمر، وهناك قال وفي الباب عن أبي سعيد أشار إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث، نعم. هناك، طيب، الحديث الذي هناك صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا ذاك الحديث رواه الإمام الترمذي عن قتيبة يعني ابن سعيد بن طريف البغلاني عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة، يزيد بن أبي حبيب المصري، معمر بن أبي حبيبة العدوي، معمر بن أبي حبيبة، على كل حال كلهم ثقات الآن. لكن بين بين قتيبة وبين يزيد بن أبي حبيب اللي هو ابن لهيعة، نعم، إذن قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، فقط ابن لهيعة هو الذي الصدوق الذي اختلط، ورواية العبادلة عنه هي الصحيحة. لكن رواية قتيبة ذكرنا أن الإمام أحمد قال له: أحاديثك عن لهيعة صحيح؟ فقال: ما يعني لا، لم أكن أسمع منه حتى أخذ الحديث من كتاب ابن وهب. أيوة، مر، نعم، حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة يزيد ابن أبي حبيب عن معمر مصري عن ابن المسيب ابن أبي حيية عن ابن المسيب، نعم، وحكم عليه ضعيف. عن ابني، عن ابن المسيب، عن 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 محمد، عن عن سعيد ابن المسيب أخبر أن عمر هيك أنه
هنا الإشكال. الآن عندنا إشكالان، شيخنا ضعف هذا الحديث بسبب أنه لا يرى اتصال الحديث بين سعيد بن مسيب وبين عمر، وأظن أن الشيخ شعيب لا يقول بضعف هذا، لا يقول بالضعف وإنما يقول بالاتصال. ذلكم أن سعيد بن المسيب أخبر أنه ولد لسنتين من خلافة عمر، عمر خلافته 10 سنين ونصف، 10 سنين ونصف، فإذا ولد لسنتين من خلافة عمر فيكون له كم سنة؟ قرابة 8 سنوات، وبالتالي فيمكن حينئذ من أن يحفظ عنه شيئا. يعني بعضهم قال أنه ولد لخلافة عمر ل4 سنين خلت من خلافة عمر، وقال يعني أيحفظ ابن 6 سنين؟ الجواب أنه قد يحفظ، على كل حال قد يسمع ويحفظ، لا سيما إذا كان نبيها. وهنالك من حكم باتصالها مثل الإمام أحمد، هنالك من حكم بصحة مراسيل سعيد بن مسيب بشكل عام، ومنهم من قال هي أصح المراسيل. وعلى كل حال فمنهم من اعتبر هذا متصلا ومنهم من اعتبره مرسلا. إذن الحديث كلهم رجال، كل رجال ثقات إلا ابن لهيعة، وبقي الاتصال بين، على كل حال الشاهد شاهد صحيح أو أو يصلح شاهدا، يعني إما شاهد صحيح أو يصلح شاهدا. وكما ترون هنا، كما أشار هناك إلى حديث سعيد بن المسيب إلى أبي سعيد الخدري، هنا أشار إلى، ردنا إلى الأول، وأظن يمكن حتى ما أدري إذا كان أشار إليه في ال، هو أشار هنا يعني في باب الصوم، أقصد صاحب النزهة. هو أشار فقط للحديث هذا زمن مع رسول الله عمر أحمد، ولا ذكر أنه في مسند في سنن الترمذي؟ أي نعم. على كل حال إذا حديث عمر، وأنه يعني ذكر في حديث عمر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوة الفتح وبدر، وأنهم أفطروا فيهما جميعا، فهذا شاهد لهذا الحديث من هذا الباب. إذن يجوز الإنسان أن يفطر. هل الإفطار هو من أجل الجهاد في سبيل الله المقاتل، أم الإفطار من أجل المسير والسفر، أم ماذا؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان دائما يأمر الناس بالفطر في المسير ولا حتى في الغزو، وإنما كان الأمر بالإفطار لسبب. والكلام عن الإفطار في السفر هو رخصة، لكن أحيانا يكون الأفضل وأحيانا يكون متعينا، ليس لك خيار. يعني يكون في الصيام نوع من المعصية، لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر صار الصيام بالنسبة إليهم معصية. وإنما يكون هذا فقط إذا كان الصيام سببا في الإضرار بهم أو سببا في إضعافهم عن القيام إلى العدو، فالقيام إلى العدو هو أمر يعني مطلوب شرعا، وضعفهم وهزيمتهم إذا كانت بسبب أعمالهم فهذه مصيبة، وبالتالي فالصيام في مثل ذلك الوقت إذا كان سببا في هزيمة المسلمين، نعم في ذلك الوقت يصبح الإفطار واجبا للقيام إلى العدو. إذن القضية ليست قضية مجرد سفر أو مجرد قتال، قضية تتعلق بحيثيات أخرى احتفت به الصيام. إذا وذكرنا على كل حال الصيام إذا كان يسبب الضرر فإنه ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيامه في السفر، أما إذا كان لا يسبب ضررا ولا له أثر على الصائم، بل هو يعني صائم يسافر سفر ترفه لا يضر الصيام، أحيانا يكون الصيام بالنسبة إليه أفضل. يعني بعض الناس يشتغل في الأعمال الشاقة، يشتغل بمقالع الحجارة ويشتغل خبازا مثلا، تعرفون خباز يشتغل على بيت النار وكذا، أيام كان هناك يعني إلى الآن بعض المخابز اللي هي العربية يكون على بيت النار، هذا ما يستطيع أن يصوم في رمضان، يصعب عليه، في السفر أفضل، فينظر في الأمر بهذا من هذه الوجهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عند الفزع.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرع الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس بأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. هذا حديث صحيح. نعم. قال باب ما جاء في الخروج عند الفزع يعني إذا كان الناس مقيمين في بلادهم وحصل فزع أي سمعوا صوتا أي يشتبه ب أو اشتبهوا بأنه يعني قدم خيل العدو أو قدم العدو إلى بلادهم في مثل هذه الأيام مثل أصوات الغارات فهذه الأمور تعتبر فزعا أي أنه يكون سببا في خوف الناس وفزعه. ما هو الذي ينبغي على الناس أن يفعلوه في مثل هذه الأحوال وما الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الحديث سجل شجاعة للنبي عليه الصلاة والسلام والنصوص في ذلك كثيرة. فذكر هنا حديث أنس برواياته السابقة. الأول قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. الآن هذا تفسيره سيأتي. ما وجدنا من فزع يعني أنه حصل الفزع عند الناس وحصل مثل ما جاء في قالوا في الباب عن عمرو بن العاص. الحقيقة أنه شاهد لكن المشكلة أن صاحب النزهة لم يذكر الشاهد. حديث عمرو بن العاص المسند الإمام أحمد كان فزع بالمدينة وبقية الحديث لكن فيه أنه لقي سالم بن سالما مولى حذيفة وأنه أخذ سيفه واحتبى بوشاح سيفه فأخذ سيفه يعني عمرو بن العاص فاحتبى بوشاح سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعني إذا وجدتم فزعا أن الإنسان أن يعني يلجأ إلى الله. وما أدري إذا كان واحد منكم يعني أخذ حديث مسند الإمام أحمد أوله كان فزعا بالمدينة فبعد ذلك قال أن تفعلوا مثل هذين الرجلين كل واحد منهما أخذ سيفه. هذا الذي ينبغي أن يكون في الفزع الإنسان يعني يلجأ إلى الله لا يلجأ إلى شيء آخر في حال الفزع. إذن هذا شاهد ولا ما هو شاهد؟ شاهد لكن لم يقف يبدو عليه صاحب النزهة فيضاف إلى وأنا نسيت حقيقة أضيفه وذكرني. طيب الحديث الذي بعده يعني حديث أنس أيضا قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا لأن هذا الفرس لأبي طلحة وأبو طلحة كان زوج أمي أنس بن مالك فهو قال الفرس لنا بهذا الاعتبار. استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه إلا بحرا. هنا أو إن وجدناه لبحرا هنا واضح أن السبب هو الفزع الذي حصل. لما فزع الناس النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتظر ولم يبعث عينا خرج هو عليه الصلاة والسلام. فتصوروا عندما يكون القائد الأعلى للبلاد يحمل السيف ويركب الفرس وينطلق هو إلى مواطن الخطر فهذا كله يدل على فرط الشجاعة على قوة القلب وقوة الجأش. وهذا
يعني هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وله من الصفات من الشجاعة ما يثبت شجاعته أكثر من هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يدل على أن هذه الشجاعة غير مسبوقة. يعني الأبطال الذين ذكروا في العالم قد لا يصلون إلى هذا، يعني إلى هذا المستوى من الشجاعة، لكن هذه الشجاعة ممزوجة من خصال له عليه الصلاة والسلام. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولد في مكة، لكنه ربي في البادية، والبادية لا تخلو من سباع وهوام وغير ذلك، وكذلك كانت تربية هؤلاء على الشجاعة، على الفروسية. النبي عليه الصلاة والسلام كان فارسا وكان راميا، فالشجاعة إذا أضفنا إلى هذا الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وهي أصل، هي الأصل، حتى لو كان الإنسان ما عنده أي فروس أو أي شيء، فهذا يؤدي إلى شجاعة الإنسان. فكيف عندما يكون النبي عليه الصلاة والسلام واثقا بربه، عنده الثقة التامة، لا تسأل عما تحت ذلك من صفات الشجاعة. فلما خرج ما وجد شيئا، فذكر جملتين. الجملة الأولى أنه لم تراعوا، يعني لا يوجد شيء يخيفكم، خلاص انتهت مشكلة إيش؟ الفزع، لا يوجد فزع. القضية الثانية أنه امتدح الفرس الذي خرج عليه، واستعار منهم فرسا وشكرهم على هذا الشيء بهذا الشكل، أو قدم لهم هذه الكلمة، فصارت هذه الكلمة، يعني هذا لم يحصل أن غلب هذا الفرس قط بعد ذلك، لا يسبق. وإن وجدناه لبحرا، أي وإن وجدناه إلا وما وجدناه إلا بحرا، يعني من خطو طول خطوه وسرعته، فهو كالبحر في سعته. نعم. وقال هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أيضا حديث قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وهذا رماعي، وهذا أعلى ما يقع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الأسانيد. نعم عنده الإسناد الثلاثي، لكن له لا يصح الذي ذكرنا فيما سبق، هذا أقل ما يحصل، أعلى ما يحصل الإمام الترمذي في هذا. عن أنس كان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس، يعني أحسن الناس، هذا الحسن داخل في جماله، جمال الوجه وجمال الطباع وجمال الأخلاق، وأجود الناس يدل على جوده في إنفاقه وكرمه في بذله وعطائه وسخائه، وأشجع الناس هذا لا تسأل عنه. هذه كلمة إذا شرحتها حططت من قدرها، أشجع الناس لا تسأل عما دون ذلك. قال ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما كان حاطط السرج ومش مجهز الفرس، قال وهو متقلد سيفه فقط، ومجهز جاهز للدفاع والقتال، لكن الفرس غير جاهز للركوب. فتصوروا لما يكون الفرس، إخوان الفرس لما يكون مسرجا بيخفف على الإنسان الحركة السريعة هذه، لأن يكون فيها نوع من التخبيط، بيكون السرج وبيكون بين السرج وبين الفرس الوطاء الذي يحميه، واضح؟ الآن هذا غير موجود. النبي عليه الصلاة والسلام ركب على الفرس، رغم هذا كان الفرس سريعا جدا، فلك أن يعني تنظر إلى يعني قوة النبي عليه الصلاة والسلام واحتماله. وكان هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام كبيرا في السن، ما هو صغير، لم يكن شابا، لم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا بعد ما مر من عمره 53 سنة، واضح؟ فتصوروا هذا الكلام لما بدأ موضوع الجهاد والأخير بعد ما شرع الجهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان. فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس. هذا حديث صحيح. هنا يشير في الهامش المحقق رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة إلى هنا تأخر في أصول الخطية، والنسخة التي اعتمدها المبارك فوري في شرحه إلى نهاية الباب التالي.
بإثر الحديث رقم كذا وأبقيناه هنا كما في المطبوع لأنه الأنسب. نعم. يعني يقول مثلا راعني كذا يعني أخافني، واضح؟ لم يرعني إلا رؤية، يعني أول ما رأيت رأيتك مثلا، يعني من نعم. إيش عن عمرو بن العاص؟ قال كان فزعا بالمدينة. كان اي كان فزعا بالم... لاحظ الان اذا ايش اذا فيه يعني الاصل انه صاحب النزهه يذكر هذا الحديث. كان فزعا في المدينه، كان فزعا بالمدينه، فاتيت على سالم مولى ابي حذيفه وهو محتب بحمائل سيفه، فاخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، الا كان مفزعكم الى الله، الا كان مفزعكم الى الله. نعم نعم. ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ اللي هو إيش؟ سالم مولى حذيفة وعمر بن العاص. وسبحان الله، هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربي، بالإضافة إلى أنه يعني يذكر للناس الشرع الحلال والحرام، أيضا يربي الناس على التوكل على الله. الآن ذهب الفزع، طيب ذهب الفزع، هذا لا يعني أنه لا يفهم الناس كيف يفعلون في مثل هذه الحال. فكثير من الناس عند يكون في بيته مثلا أمر يحصل، بعد ما يحصل خلص راح انتهى وبيطلع. لا، استغل الفرصة، بيّن ما الذي ينبغي. هذا حال المربي. النبي عليه الصلاة والسلام الذين حوله جميعا يسمون أصحابا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثل الآن كثير من العلم يعطى، ما يعني يكون بين الشيخ والتلميذ، يعني يكون بينه وبينه الطاولات والكذا. لا، كان يعيش معهم، يأكل معهم، يجلس معهم، يشرب معهم، يسافر معهم، يرتحل معهم، يتسابق معهم، ربما سابق ربما صارع، يعني يجلس معهم إلى الحديث، يتكلم يعني يتبسط في الحديث. هذه صحبة. هذا ناهيك عن قضية التعامل مع النساء والتبسط إلى الأهل، صحبة تربية. فكان فينبغي على المدرس أن يكون مربيا أولا. الآن بعض البلاد مثل هنا ومكان آخر، يعني بعض الأماكن الأخرى، بيسموا التربية وزارة التربية والتعليم، واضح؟ احنا دائما نتمنى أن يكون هذا الحقيقة، أن يعمل هؤلاء على هذا الأمر، أن نبدأ بالتربية. وهذا المبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعني بينه ونبه عليه لما إبراهيم عليه السلام قال ربي ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قدم العلم على التزكية، فاستجاب الله له وقدم التزكية على العلم. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل إيش؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق، لا إيش، هو الذي أرسل، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن الإنسان وعاء للعلم. لا يصلح أن تضع الماء العذب الزلال في إناء غير نظيف، لا يبقى نظيفا، فينظف أول شيء وبعدين التخلية ثم التحلية. فأول شيء إذا كان الإناء غير نظيف ننظفه، لذلك جاءت التزكية ثم العلم، تصفية ثم التربية، واضح؟ التصفية عفوا التربية ثم التصفية، تربية على هذا العلم الذي ستأخذه، حتى إذا أخذته لم يكن سببا في العجب والغرور والتكبر على الناس والجفاف والشدة والصعوبة في التعامل. ما في كلمة ما دخلنا؟ طبعا كلمة ما دخلنا هذه ما إلها علاقة، إيش علاقتي في، لا ما بصير. بس طبعا نحن لابد من أن نضبط هذا الموضوع، من الذي ينبغي أن يتدخل وأن يتكلم وأن يكون له الـ يعني التنبيه، أن يكون منه الحركة وكذا، الذي المتأهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال لنا رجل
أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي الباب عن علي وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري قال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا الوجه. نعم، نلحظ هنا أن الإمام الترمذي لم يفوت الفرصة، لأن الباب الذي سبق أظهر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته في حال الفزع، وهذا إنما يحصل في حال الأمن وحال يعني حال الاستعداد والتربص الفزع. وأحيانا هذا الأمر يعني في حال التربص كثير من الناس لا يلحظه، يلحظه من ينتبه إلى هذه القضية، فلم يفوت الفرصة. فذكر أيضا الشجاعة في حال القتال، يعني كأنه يمر، لأن الإمام الترمذي متخصص في هذا الجانب. وطبعا لا نفوت أن الإمام الترمذي له كتاب اسمه الشمائل المحمدية، فهو متخصص في هذا الجانب. فلما مر بهذا الموضوع لاحظ قضية إيش شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فأراد أن يصب الاهتمام أيضا على هذا، أنه هذه التربية، أنه كل مسلم ينبغي أن يكون على هذه الحال. الآن ما ذكر هنا الإمام الترمذي قصة حنين، لأن هذه القصة هي أكثر قصة تخيف الإنسان في قضية الشجاعة، أنه كيف يمكن ل12,000 أن يفروا ولا يبقى منهم إلا أقل من 100. يعني كيف يمكن أن هذا أمر مخيف، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم كل هؤلاء وفروا. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الثبات في المعركة ليس الأساس فيه، يعني المقومات في الثبات المعركة ليس الأساس فيها هو الكثرة، ليس الأساس فيها هي العدة والعتاد. بالنسبة لغير المسلمين هذا الأساس، غير المسلم معه عتاد معه عدة ماشي الأمور، لأن هذا يسعى على النواميس المادية. المسلم الأمر بالنسبة له ليس كذلك، الله لا يوفقه لهذا الأمر بالعدة والعتاد وحده، فهو موفق بحسب الشرع فقط. فإذا كان عنده عدة وعتاد وأسقط من حساباته الثقة بالله والتوكل والاستعانة يخذل حتى مهما بلغت قوته. لذلك يخذل المسلمون في كثير من الأحيان الآن رغم أنهم عدد كبير. ما الذي يحصل الحقيقة؟ يحصل أننا نحتاج إلى تربية، يعني الأمة الإسلامية ما زالت تحتاج إلى إيش؟ إلى تربية على الدين، إلى العقيدة الحقيقية التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت العقيدة الحقيقية والإيمان القوي ثم جاءت الأحكام التي فيها الأمر والنهي، لو أمروا بقلع الجبال لقلعوها، عندهم عقيدة قوية. ذكر هنا حديث البراء، طبعا القضية أنه ما في أحد إلا ويعلم ما حصل في حنين. السر في ذلك، ما في سر، القرآن ذكر ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وإيش وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني من الذي يخفى عليه الأمر؟ الآن يريدون أن يسألوا. وجد الرجل أبا عمارة البراء بن عازب، قال أفررتم، يعني بيقول كيف يعني كيف الفرار من المعركة يحصل وأنتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يمكن أن يفر ومعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خيار الصحابة كانوا موجودين، ما تغيبوا، كيف حصل أن يفر المسلمون؟ فقال أبو إسحاق، قال رجل عن البراء بن عازب، والحديث من حديث أبي إسحاق لكن الراوي عنه سفيان، وإذا كان الراوي عنه سفيان
فإنه يعني يخلصنا من مشكلة الاختلاط في هذا الجانب. الحديث صحيح عن البراء بن عازب. أي بس أبو إسحاق اللي هو الراوي عنه نقول ما عندنا مشكلة. البراء بن عازب هو أبو عمارة المسؤول من الصحابة. سأله رجل فقال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال طبعا أبو عمارة كان من الذين ثبتوا، البراء بن عازب كان من الذين ثبتوا وليس من الذين فروا، يعني إذا أردت أن تعد الذين ثبتوا هم قلة، وكان البراء بن عازب واحدا منهم. كيف نعرف ذلك؟ تسمع الحديث تستطيع أنك أنت تنتبه إلى الموضوع. قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء ركز عليه الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن الإنسان أنه ثم وليتم مدبرين أنه الكل، لا، هناك من لم يفر. أول شيء ما دفع عن نفسه، ولم يذكر ما حصل منه في هذا الحديث، ولكنه جاء، يعني جاء الحديث بما يدل على ذلك، حديثه دل على ذلك. أسأل الآن شوف، قال: ما والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. الناس الذي حصل يا أخواننا في حنين أنه تحركت هوازن، طبعا هم كانوا في الطائف في البداية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح إلى أين الوجهة، ظنت هوازن أنهم ما حد بتوقع أنه ممكن أحد يتوجه إلى البيت الحرام ويحارب إيش أهل البيت الحرام، وخاصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهم عهد، وكان ذهب إلى البيت الحرام معتمرا ومنعوه ولم يقاتلهم. ما يمكن واحد يتصور أنه يمكن أن يكون كل هذا الجيش متجه إلى مكة. طيب أين سيذهب؟ عن اليمين البحر، وعن الشمال طائف باتجاه الشرق، والطائف عن مكة يعني قرب 60-70 كيلو بس. فتجهزت هوازن للحرب، كل ما عندهم من الإمكانيات جهزوها مرة واحدة، وكل واحد عنده أموال أخرج أمواله وأولاده والغنم والبقر والإبل كل شيء، ما واحد عنده إبرة إلا أخرجها، أخرج كل أموالهم كاملة. بس النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه إلى مكة، فلما حصل على مكة بدون قتال وإنما حصل عليه بصلح بينه وبينهم، ويعني هو دخلها طبعا عنوة، لكنه بعد ذلك بعد ما دخلها عنوة أعطاهم الأمان بأمان يعني، لكن هي عنوة ليست صلحا. طيب الآن هذول جاهزين للقتال، فقالوا: لا نتركه يدخلها علينا بغتة، واضح، أو ضغطة. فخرجوا بكل ما كانوا قد جمعوا وجعلوا النساء معهم. ليش؟ حتى النساء تمنعهم من الفرار، ومعهم الأموال حتى يقولوا يروح الآن بعد هيك ما الذي سيحصل، سيذهب إلى ديار خالية. فإذا هم لأنهم يعلمون من أنفسهم أن هذه الحرب يصعب عليهم البقاء فيها، فقالوا: نخرج الأموال حتى ندافع عن أموالنا ونسائنا وأولادنا، واضح. ورغم ذلك أول ما وصلت بوادر الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أول ما خرجوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فأمر الناس بأن يتجهزوا، فتجهز 10,000 الذين خرجوا معهم المدينة، وتجهز منهم معهم 2,000 من الطلقاء من مكة. 2,000 من الطلقاء هذول كم تلقوا من التربية؟ مين يعطيني جواب؟ يرفع يده. 2,000 من الطلقاء كم تلقوا من التربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ها؟ فتح مكة وخروجهم ما تلقوا شيء، ما تلقوا شيء، فقط ما سمعوه عن الإسلام. وعندما يخرج الجيش عدد من الناس ليس عندهم تربية على الإيمان وعلى العقيدة، لا تفرح بهم، لا تفرح بالكثرة، القضية قضية عقيدة. خرجوا مع المسلمين، في الطريق مروا بشجرة، شجرة سدر، وكان المشركين شجرة سدر مثل هذه الشجرة ينوطون عليها أسلحتهم يتبركون بها من أجل النصر، اسمها ذات أنوار. لما رأوا هذه
قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا الدليل على إيش؟ من يقول مثل هذا الكلام؟ إذن هؤلاء الذين خرجوا ما زالوا ما يعني لم يتمكنوا من معرفة الذين ألفين هذول. تخيل أنت الآن لو أقول لك الآن في أربعة أيام جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أنا أعطيك الألفين من أول يوم تدرس عليهم أربعة أيام ألفين، ها؟ بيحفظوا بيفهموا العقيدة في الأربعة أيام كلهم على قلب رجل واحد، ها؟ أسوي لك الآن دورة أقول لك هذول ألفين طلاب علم كلهم، مش الشيخ والكبير لا، وخلينا نسوي دورة كم واحد منهم بيفهم 100% وكم واحد بيفهم 70% وكم واحد ما بيفهم شيء، هذا معروف يعني. ومع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة جلس إلى الناس فقط يعلمهم العقيدة وكلهم جالسين وكلهم كذا، لكن هو علم من استطاع. كان ممن خرج من هو من هذا النوع، واضح؟ فحديث أبي واقد الليثي مشهور ومعروف، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم مقالة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني هذه الكلمة مثل تلك الكلمة، إنكم قوم تجهلون. يجي واحد يقول لك الآن لا يجوز التبرك، نتبرك بما نشاء، لا، هذا الحديث دليل على تحريم التبرك بأي شيء إلا ما جاءت به السنة. السنة جاءت بالتبرك بالعمل الصالح، هو بركته، صحيح ولا لا؟ التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع كل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بما ثبت من أثره حتى لو كان بصاقه، لو بصق أو أنه توضأ ونزل منه الماء وغير ذلك، هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز التبرك بها. الآن ما يوجد شيء ثابت من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الآن لا يجوز التبرك بأي شيء، أنك ترجع إلى التبرك بالعمل الصالح. شاهد من الكلام خلاص انطلقنا، لكن بهذا الحجم من التربية كثير من الناس الآن هذه المعركة تعتبر بالنسبة لكثير من الناس معركة إثراء فاحش. عارفين ليش؟ لأن هوازن خرجت بكل ما عندها، فأي إنسان ممكن يحصل له، يعني ممكن أي واحد من الناس أقل شيء يطلع له 50 بعير من اللي طلعوا أو كذا، يعني المقصود من كلامه كثرة العطاء يعني. فلما لما لما تواجه لما تواجه أو بوادر جيش المشركين وإذا بجيش المسلمين كبير جدا ضخم، هرب وتركوا وراءهم أحمالهم، يعني صار واحد منهم يرمي اللي معاه ويش يهرب. الآن مشكلة حنين منطقة منحدرة جدا، وعن اليمين وعن الشمال جبال عالية، الجماعة كانوا محضرين نفسهم لمنطقة تقتيل، يعني استدراج ثم تقتيل في لغة الحرب الآن، فاستدرجوهم إلى هذا المكان وهربوا وتركوا الأمتعة ننزل الناس. وطبعا الآن في أثناء الوادي المنحدر أعلى الوادي الخيل ما زالت تأتي، وأول الوادي يعني أول الناس نزلوا من خيلهم وبدأوا يجمعون الغنائم، لأن الجماعة فروا خلص راحوا، لم تنتهي المعركة. كان المشركون قد اجتمعوا وكانت هوازن لا لهم يعني رماة لا يخطئ لهم سهم. ماذا فعلوا؟ كانوا محضرين الحجارة كبيرة ومحضرين الرماة وبدأوا بأواخر الجيش. ماذا سيفعلون؟ من أواخر الجيش وبدأوا يرمون حتى وصلوا إلى أوائل الجيش. الجيش فما الذي حصل؟ بدأ الناس يعني يكفون خيلهم عن التقدم باتجاه الوادي، فلا ترضى فركبت الخيل بعضها بعضا. ما الذي حصل؟ الأمر صار صعب جدا، فالذين في النهاية لما رأوا ما حصل فروا. والفار ما الذي سيحصل في فشرد بهم من خلفه؟ ما في النهاية لما واحد يفر بين الناس يشجع يقول لك أفر ولا لا؟ على الأقل هذا الحديث مع وجود هذه السهام، وخلص السهم يذهب أبدا، ولا سهم يسقط على الأرض يقول لك أنا ميت ميت خليني أروح. وخاصة لما يكون بين الجيش النوعية اللي احنا قلنا عنهم هذول أطلق صراحهم وسمح لهم يعني وعفي عنهم، هؤلاء ما جاءوا مقاتلين مثل المقاتلين من الصحابة مثل أهل بدر، واضح؟
وإن كان فيهم أهل بدر، يعني وإن كان بين الناس أهل بدر، لأنه الإنسان يتأثر بالمحيط الذي حوله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لو خرجوا فيكم ما زادوا، الكلام عن المنافقين طبعا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إنسان بشر يتأثر بما حوله، والآن الناس تعرفون كثير من الناس كنت تراه من الجبال ومن الراسخين وكذا، وإذا به يهتز من أول ريح. هذا الأمر لا تستغربه، ولا سيما إذا كان المجتمع يؤدي هذه الوظيفة، المجتمع بوسائله المختلفة حصل هذا الشيء. كم بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنالك مرحلتان. المرحلة الأولى الذين ثبتوا حول النبي عليه الصلاة والسلام قلة جدا قلة، يعني ممكن أنه يكونوا 12 رجلا من 12 ألفا، إحنا كل 1000 واحد، وذول صحابة، كلهم صحابة طبعا. موقف صعب، الموقف صعب، ضاقت عليكم ربنا سبحانه وتعالى لما صور الموقف، ما كم تحتاج إلى أن تشرح الكلمات، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآن الذين يعني ما زالوا يتكلمون ومش متأكدين، بعدين رجع اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 80 رجلا فقط. هذه الجزئية الثانية في الموضوع. في الجزئية الأولى ما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ناس منهم من ثبت ومنهم من هرب ومنهم من تقدم. الذين تقدموا في جزئية الـ12 هذول، اللي منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو سفيان. من أبو سفيان؟ ابن الحارث، مش أبو سفيان الآخر، لا، أنا أتكلم عن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علي بن أبي طالب، هذا أبو سفيان ابن الحارث. الحارث وأبو طالب إخوة اثنين، ها؟ أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أخذ بلجام لاقة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركض بغلته تجاه العدو وأخذ يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الناس سمعت، كما أن العدو صار يسمع، وهذا القائد العام وهو أكبر هدف يمكن إيش النيل منه. فأبو سفيان بن حارث لا يريد أنه ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني على الأقل أول شيء هو من المؤمنين، اثنين هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يعني كبيرا، فأخذ بالجامعة ويجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يركض البغلة باتجاه إيش العدو. هنا تعطيك هذه فكرة الشجاعة والثبات عند اللقاء. كام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت فقط مع الذين ثبتوا، بل تقدم، فتقدم معه من يريدون حمايته والوقوف معه، واضح؟ وكل من ثبت هم من الذين يعني سجلت لهم قضية الثبات، وإلا فالثبات كان ليس يعني في درجة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن الناس تراجعت، لاحظ، فقال للعباس، وكان عباس أيضا من الذين ثبتوا وكان رجلا صيتا، فقال يا عباس نادي أهل السمرة. من أهل السمرة؟ الذين بايعوا عند السمرة تحت بيعة بين بيعة الرضوان. فقال يا أهل السمرة، قال فلما سمعوا لووا أعناق خيلهم كعطفة البقر على أولادها، رجعوا. فرجعت هؤلاء الكبيرة والضخمة مع غبار الذي حصل، الناس الذين هربوا طبعا انتشروا وصاروا بعيدين، رأوا هذا الموضوع فرجعوا مرة أخرى مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فرجع الجيش مرة أخرى وانطلق. انتهت تأثير قضية السهام التي تأتي، مهما كانت السهام ومهما كانت الحجارة التي ستلقى، هنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنا الثبات. فلذلك حصلت للعدو هزيمة شرسة، هزيمة قوية جدا، بحيث أنهم استمروا في السعي حتى دخلوا حصونهم في الطائف.
يعني استمروا النبي صلى الله عليه وسلم يلحقهم حتى فقسموا قسم في أوطاس وقسم في الطائف، وهناك في أوطاس سبوا النساء وكذا، وفي الطائف ذهبوا وحاصروهم في الطائف، والحصار في الطائف اختلف العلماء. الشاهد من الكلام أنه كانت الغنائم في تلك الغزوة كبيرة جدا، كبيرة جدا، من الناس من 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 من, من أخذ 50 من الإبل ولا أكثر من ذلك. واضح. صفوان بن أمية يقول أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 50، كان أبغض الناس إلى قلبي، فأعطاني 50 من الإبل، ثم أعطاه 50 حتى قال حتى كان أحب الناس إلى قلبي. طيب الشاهد من الكلام هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه الكلمة قائد عام كشف موقعه في معركة السهام فيها لا تخطئ، في وقت هرب عنه أصحابه، هرب عنه الناس، في وقت كان معه 12,000 فبقي معه عدد قليل من الناس، في وقت العدو قريب والصديق بعيد، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حريص على بقاء الدعوة، حريص على الحفاظ على دعوته. هذا كله يمكن أن يعطيك بعض ما يعني بعض ما يروي غليلك من المعلومات عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الصحيحين في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام في بعض في 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 صحيح في في سنة في صحيح مسلم فيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحاذي به إلا، أو فكان أشجع الناس من يحاذي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا عند إذا احمر البأس، اكتب كلمة إذا احمر البأس حتى تخرج الحديث، كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عذنا برسول، يعني يلذون يعني يحتمون، كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجاع منا من يحاذي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون إيش معنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم متقدم، من الذي يصل إلى الصف الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الشجاع فقط، أشجع الناس الذي يصل إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة تجاه العدو. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وكذلك في صحيح البخاري فيه كلمة قريبة من هذا، لعلي إذا تذكرت أذكرها، لكن في صحيح مسلم فيها. فالشاهد من كلام هذا الشجاعة. وفي إذا حمي الوظيفة، لا هو اللفظ في صحيح مسلم هذا المشهور، لكن اللفظ في صحيح مسلم كنا إذا، تفضل اقرأ بصوت عالي. كنا إذا احمر البأس ولقي القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طيب، فما يكون أحد منا أدنى من القوم منه، فيه كلمة والشجاع منا من يحاذي برسول الله في صحيح مسلم. ما وجدتها؟ مع نفس الحديث لو قلبت الصفحة يمكن يكون في الصفحة الثانية. كنا والله إذا أحمر البأس هذا هو، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني أشجع الناس. فهذه الصفة العظيمة، هذه يعني هذه صفة، كثير من العرب كانوا شجعان، هناك من شجعان في العرب وكذا. علي بن أبي طالب يقول هذا الكلام، حديث من حديث علي ولا من حديث من؟ ها حديث علي، مش هيك؟ أتكلم حديث علي بن أبي طالب، مش حديث علي بن أبي طالب بأي شيء اشتهر الشجاعة. هو يقول هذا، يقول كنا والله إذا احمر البأس إيش تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يتولع الأمور يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمور تمام. تعرف أنت دائما لما يكون البطل مع الناس بيقول لك إحنا مع هذا الرجل ماشي الأمور، لكن لو كان مع، فكان لشجاعته وبسالته وقوته يعني يتقون به. والشجاع منا من يحاذي به، اللي بيكون في اللي مع يعني الخط اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذول إيش الشجعان. هذا مقياس، إذا كان علي بن أبي طالب يقول هذا الكلام
طبعا علي بن أبي طالب والجماعة اللي هم المبشرون بالجنة مثل يعني كلهم ما شاء الله شجعان. يعني مثلا عندك من الناس الذين عرفوا بالبسالة والشجاعة مثلا زبير بن عوام، لأنه ذهب وحده فئة وحده إلى المدينة حتى ينظر في أمر الغدر الذي حصل. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من البسالة ومن الشجاعة. وقصة عبد الله بن أويس السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي، ذكرنا عندهم بسالة وعندهم والقوم ما عند، يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قصة أبي طلحة وغير ذلك. أبو طلحة يعني أبو طلحة في وطلحة ابن عبيد الله الذي اتقى به النبي والذي وقى النبي صلى الله عليه وسلم من السهام، حتى يعني حتى قطعت أصابعه، كانت سمي طلحة الخير، طلحة الجود والفياض. طيب قال: وفي الباب عن علي وابن عمر. حديث علي بن أبي طالب هذا الذي ذكرنا قبل قليل الشيخ. في حديث نعم: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان أشد الناس يوم أشد الناس. نعم أشد الناس يوم الناس. بس هو في الصحيح كما ذكرنا. نعم وابن عمر مذكور. وابن عمر مذكور عنده. طيب حديث ابن عمر الذي قال رأيتنا. نعم حديث البراء بن عازب. أما حديث علي بن أبي طالب اللي هو الرواية اللي ذكرها أخونا أبو أي نعم حديث البراء نفسه، لكن فيه الزيادة في صحيح مسلم. وفي البخاري أيضا لو شفت لي أيضا فيه زيادة تشير إلى هذا المعنى لو شفت لي، لكن حديث علي بن طالب اللي ذكره أخونا قبل قليل. أما حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين، على خلاف الجادة. وفي نسخة: وإن الفئتين لموليتان. وذكر الإمام الحافظ في الفتح: وإن الناس لمولون، هاي النسخة اللي ذكر، وإن الناس لا أو وإن الناس لمولين، فهي أكثر من نسخة في هذا الجانب. قال: وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. الآن هذه الكلمة مع ما صح أنه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 رجلا، كيف يمكن أن يجمع بينهما؟ أنه هذا الحديث لم يذكر أنه كان معه 100، وقال وما كان معه 100، إذن كان معه 80. ما بلغ العدد 100. قل وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 يعني إيش؟ يعني 12,000 لما وصلنا 100 يدوب، ما وصلنا للمية. والحديث الآخر فيه 80. الخلاف الذي حصل في العدد أيضا قد يؤثر في ذلك، من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في التقدم، ومن كان معه في الثبات، ومن الذين تراجعوا. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث عبيد الله بن عمر عن نافع. نعم طبعا الحديث يمكن أن يكون فيه نوع من الإشارة إلى سفيان بن حسين. سفيان بن حسين ثقة إلا في حديث الزهري، لكنه هنا يروي عن عبيد الله فلا إشكال في الحديث. نعم شيخ. نعم البراء كان معه، والقصة لأنه هو يرويها كيف كان؟ هو إيش يقول هنا في هذا الحديث؟ قال: تلقته موازن بن نمل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وابو سفيان الحارث بن عبد اخر برسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هو ايش راي يذكر ما راى، ما يدل على انه ايش من الثابت من من الثمانين. نعم ها جواب السؤال. قال: لا والله. نعم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السيوف وحليتها. حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري قال: حدثنا طالب بن حجير عن مولى بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت طبيعة السيف فضة. وفي الباب عن أنس. وهذا حديث غريب. وجد هود اسمه مزيدة العصري. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا حديث حسن غريب. وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس. وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسين بن أبي الحسن قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
نعم، ذكر هنا ما جاء في السيوف وحليتها. حلية السيوف إما أن تكون من الأجزاء الأصلية في السيف، وإما أن تكون أجزاء معلقة في السيف. السيف فيه نصله وفيه قبيعته وفيه مقبضه وفيه نعله. نعل السيف اللي هو أسفل شيء في المقبض، لما بتحمل السيف نعل السيف والمقبض والقبيعة. الآن لما بتحمل السيف أنت لو أردت أنك تطعن في السيف ولا تضرب بالسيف هو فيه حد، إذا ما كان فيه قبيعة تنزلق اليد ولا سيما عند التعرق كذا وتدخل إلى الحد. فالقبيعة هي عبارة عن قطعة ما بين النصل ما بين الحد وما بين المقبض، قبيعة. وهذه الآن موجودة حتى في الحراب العسكرية، الآن يكون هناك قبيعة، وهذه قبيعة فيها حلقة، لكن حلقة كبيرة قليلا، فإذا انتهت الذخيرة يستخرج هذه الحربة ثم يدخلها في جوف البندقية من جهة القبيعة هذه التي فيها الحلقة، فإذا ضغطها إيش انكبست على البندقية وصارت جزءا من بدن البندقية لا تتحرك أبدا، فيبدأ إيش يحارب. ولذلك العسكر الآن من التدريبات التي يتلقونها الحرب، عفوا القتال بالحربة. ليش يتعلمون هذا؟ لأنك أنت إذا الحربة بالنسبة للسلاح بالنسبة للرامي أو بالنسبة للمحاملة بعيدة، أنت لما تحمل البندقية الحربة بعد يعني تأخذ فقط المقبض في الداخل والباقي خارج السلاح، بالتالي بعيدة. الآن لما تمشي فيها ممكن تقتل الذي بجانبك، لأن هذه إذا وضعت لا يوضع عليها غمد، لا يوضع عليها جراب. فما الذي يحصل؟ يحصل أنك أنت ستحمل البندقية وتكون الحربة إلى الأعلى. لما تتحرك الحركات كلها عليها تدريب، أي حركة، إذا أردت أن تلتف في حركة في البندقية، إذا أردت أن تجلس أو تقوم في حركة البندقية، حركة البندقية أثناء التقدم وحركة البندقية أثناء التأخر، كل هذا يتدرب عليه العسكري حتى لا يحصل الإيش الإيذاء بالحربة الموجودة لأنها حادة. فالشاهد من كلام أنه هذه الأجزاء كلها يعني فيها أجزاء أصلية في أجزاء فرعية. ما الذي كان يحلى؟ نعل السيف يمكن أن يحلى بحيث أن يكون نعل السيف مثلا من فضة، واضح، وممكن أن يتصل النعل بالقبيعة بقطعة معدنية تكون فضة أو ذهب أو غير ذلك. والقبيعة وهي التي تأتي في المقدمة، مقدمة اليد، وهي حلقة من جهتين بحيث أن تمسك اليد من الأصابع من جهة الليش كبد اليد، وما بينهما قد يكون هناك حلق للمقبض، واضح، بحيث أنه نعم هذه الحلق أيضا قد تكون حلية. بأي شيء يحلى؟ قد يحلى بفضة، قد يحلى بذهب، وقد يحلى بالنحاس وغير ذلك، أي شيء يمكن أن يكون إيش حلية. هذه القضية لأن السيف إذا حمل يبرق ما في اليد، فإذا كان فيه فضة وغير ذلك فيظهر هذا الشيء، وهذا في الحرب أحيانا يكون له أثر على العدو، يعني شعور العدو بأنك أنت مرتاح وأنك أنت هذا له أثر. طبعا أنت إذا جمعت كل مقومات التأثير في العدو فهذه جزء منها. هل يجوز تحلية السلاح؟ نحن منهيون يعني بصفتنا رجالا عن استعمال الفضة وكذلك الذهب، ما يجوز لنا استعمال لا الفضة ولا الذهب إلا في إيش؟ إلا في الخاتم، يعني لا يجوز استعمالها في الزينة، لا يجوز استعمالها في الشراب، يعني لا يجوز استعمال آنية الفضة ولا صحاف الفضة، لكن الزينة فقط في السلاح يجوز، هذه جائزة لأن فيها حاجة التعامل مع الحرب. كما يجوز للإنسان أن يستعملها للحاجة الأخرى، يعني مثل حاجة الطب، كما جاء أن صحابيا انجدع أنفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ورق يعني فضة، فاتخذ فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. فكذلك يمكن أن تنقلع الأسنان، ويعني يكون هناك فيه مواد لا تصلح مثل النحاس وكذا تنتن، فيمكن أن تتخذ من فضة أو من ذهب. المهم أن هذه الأشياء لا بأس بها إذا كانت للحاجة.
يعني الحاجة التي ثبتت، وكذلك الصحابة منهم من لبس الحرير من أجل ليش العلاج من القمل. فمع الأصل أن الحرمة، لكن ما حرم من أجل مفسدة مضمونة أبيح من أجل مصلحة راجحة. فهنا طبعا حديث مزيدة، حديث أنس في هذا الباب، حديث مزيدة فيه ضعف. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب ابن حجير الراوي عن هود بن عبد الله بن سعد، قال طالب: فسألته عن فضة، قال: كانت قبيعة السيف فضة، كانت قبيعة السيف فضة. قال: وهذا سبب ضعفه أن هود بن عبد الله بن سعد هذا لم يروي عنه غير طالب بن حجير الذي سأله في هذا الحديث، لم يروي عنه غيره، فهو مجهول الحال. قال ابن حجر عنه مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين. وهو هنا في الحديث ما لم يتابع عليه، بالتالي يبقى الحديث ضعيفا، مثل قصة أنه ذكر أنه كان في سيفه مثلا ذهب، ما هو مذكور فيه، يعني لم يتابع عليه في حديث أنس. وفي الباب عن أنس مذكور في الباب. قال: هذا حديث غريب، يعني ضعف الحديث. وجد هود اسمهم مزيدة العصري، يعني الصحابي هذا. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جريد بن جرير، حدثنا أبي عن قتادة عن أنس. هذا الحديث طيب. أما بالنسبة لنص الحديث الصحيح، قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، هذا يعني يشهد له ما سبق، بس بالنسبة للقبيعة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب، يعني من جهة رواة الحديث كلهم معدلون. جميل. ثم قال: وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس. والآن عندنا الرواية عن قتادة، واحد جرير اللي هو والد وهب بن جرير عن قتادة، اثنين: وهكذا روي عن همام عن قتادة، وروى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. سعيد بن الحسن ثقة، أخو الحسن البصري. عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت يعني إيش، يعني سعيد بن أبي الحسن لم يسند الحديث عن أنس، وإنما أرسله. قال: كانت، قال يعني المقصود فيه اختصار، يعني أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسنده عن طريق أنس، الحديث مرسل. قال: كانت قبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طبعا كيف عرفنا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحديث هكذا في سنن الدارمي، والذي بعضهم هذا هو هشام الدستوائي روى عن قتادة هذا الحديث عن سعيد بن أبي الحسن، قال فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في سنن الدارمي فذكر هذا الحديث. ثم قال الدارمي: زعم الناس أنه هو المحفوظ، يعني المرسل، لعله يشير إلى أبي داود، لأن أبا داود مر معنا الحديث، وقال أبو داود بعدما ذكر هذا الحديث قالوا: هذا أصح، وهذا أصح، يعني صحح الحديث المرسل، صحح الحديث المرسل، باعتبار أن جريرا لم يعني يشاركه أحد في هذا، مع أن الإمام الترمذي أشار إلى ذكر همام في يعني في هذا الموضع. والحقيقة أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث وذكر همام بنفس الإسناد، فقال عن جرير وهمام قال يعني حدثنا قتادة إلى آخره. جرير وهمام في الإسناد، وقال وروية عن همام، الحديث نفسه في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح. فلم ينفرد جرير بالرواية عن قتادة بإسناد الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل همام أيضا وافقه في ذلك، وهذا أقوى، ما يدل على أن المتصل محفوظ، أن المتصل محفوظ، يعني هذا محفوظ وهذا محفوظ. القول بأن المرسل أصح، لا، ما هو، إذن الحديث صحيح. طيب، إذن هذا الحديث دال على أنه يجوز اتخاذ الحلية من الفضة في السيف، في الرمح، الأشياء التي تبقى في اليد مثلا
لا بأس بذلك، لأن هذه حلية سيف أو حلية عفوا حلية حرب، وفي الحرب هناك أشياء يؤذن بها، منها هذه الأمور، منها كذلك إظهار القوة وإبراز يعني إبراز العزة وإبراز والمشي بطريقة يعني يظهر فيها القدرة على العدو وغير ذلك، كل هذا لا بأس به في الحرب، لكن لابد من أن ينتبه الإنسان إلى أن لا يؤدي ذلك إلى غروره وتكبره وعجبه، حتى لو كان الذين في الساحة مشركون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة لم يدخل كما يدخل الفاتحون إلى البلاد يضربون ويقتلون ويفعلون ليثبتوا أنهم قادرون، والبطش واتخاذ يعني الأساليب التي فيها مثل ما يسمى اليوم البروباغندا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء قبل أن يدخل مكة أمن أهلها، واضح، إلا نفرا سيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى، ولكن البقية كلهم آمنون. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا إلى مكة ولقي أهل مكة وكلمهم وطاف بالبيت، يعني ما عمله كله دليل على إيش؟ على أنه لن يبطش بأهل مكة. إذن ينبغي على الفاتحين أن يكونوا بهذه الصورة، لأنك إذا فتحت مكانا لا تريد أن تتركه وتنطلق إلى مكان آخر تفتحه ليعود أهل المكان إلى ما كانوا عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كسب أهل مكة، فبقيت مكة بعد ذلك في يد الإسلام، لم تخرج من يد الإسلام إلى يومنا، لم تخرج مكة بعد ذلك من يد الإسلام. طيب، إذن ما يتعلق بصحة الحديث ما عندنا أي إشكال في صحة الحديث، ودل على جواز استعمال الحلية في السلاح. تفضل. طيب، والله لأن طيب خلاص نكتفي ما في مشكلة، ممكن نتم في المجالس القادمة، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.